على طول مرة تانية. مهدي طارمي، مهدي طارمي منتخب أوزبكستان ملحق مع البحرين 2006 وملحق مع الأردن كان في 2014، لكن يعني لم يتأهل إلى المباراة الحاسمة مع أمامنا. هو هذه اللحظات، خلاص خلاص بقول لحضراتكم، خلاص خلاص عمر السومة. لا تحسب بقى أوزبكستان ولا تحسب كوريا، المنتخب السوري على الأقل إلى الملحق بهدف التعادل القاتل القاتل عمر السومة. عمر السومة عاد بسوريا، عاد بأحلامنا، عاد بطموحاتنا، عاد بإصرار وإرادة الشعب السوري تتجسد في هذا اللعب ليكون هدف التعادل، هدف التعادل العادل العادل العادل، الهدف العادل هنا في هذا الملعب. عدالة السماء في هذه اللحظات تأتي مع المنتخب السوري لتكون هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. يا على الكورة، بص أمامنا عمر السومة، عمر السومة، وادي أمامنا البديل مارديك مارديكيان. يا ولد يا عمر، عمر يا عمر، اتدلع يا عمر، فرحنا يا عمر، سجل يا عمر. وهدف التعادل اللي بيعيد المنتخب السوري إلى وضعه وإلى مكانته الطبيعية في هذه التصفيات، على الأقل على الأقل يكون ليهم نصيب نصيب في الملحق، لأن بالفعل سوريا تستحق أن تصل للملحق وتنتظر ثالث المجموعة الثانية. بص شوف عمر السومة أول أهدافه الدولية مع المنتخب الأول، لكن أغلى الأهداف وأحلى الأهداف وهدف تاريخي في هذه اللحظات عمر السومة يسجل التعادل.